السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ الحمد لله. جايين عندنا الناس مثلا وبغينا نعجنوا خبيز كتحمر الوجه، ما بغيناش نجيبوا الخبز ديال السوق، دونك غادي نديرو هنايا، غادي نعجنوا خبيز ديال الدار وتكون مزيونه. عندنا هنايا 400 غرام ديال الفورس، وعندنا 200 غرام ديال فينو، وعندنا معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، عندنا مليحة ملح، كل واحد كيدير على حسب، كاين اللي كيبغي الخبز مالح كاين اللي لا. كنحركو هادشي مزيان، النواشف، وكنزيدو واحد المعلقة ديال الحليب البودرة، الغبرة ديال الحليب، حليب مجفف، معلقة كبيرة عامرة وهي، وكنديرو واحد نص معلقة صغيرة ديال سنيدة، ماشي بزاف، نص معلقة كما كتشوفو. كنجمعو هادي، كنخلطو هادشي هذا كامل هو صافي، غنبقاو نجمعو بالماء. دابا غادي نجمعو بالماء، بسم الله. كاين اللي كيبغي يدير فيها الجنجلان داخل اولا البافو اولا، انا لا بغيتها غير عاديه وعاد نزوقها من بعد. هانتوما كنجمعوا الخبز كما كنجمعوا الخبز كاملين، يعني كلشي راه كيعرف كيفاش يجمع الخبز. انا جمعت الخبز، انا كنديرها شويه جاريه كما كتشوفوا، وكنبقاو كنجمعوا فيها حتى كتولي ملسه. نزيدوا شويه دابا، هو كل ما جريتيها كل ما كتجي الخبز زوينه ومفشفشه. كما كتشوفوا هكا نرشوها ونشفوا الماء اللي رشيناها فيه. عندكم العجانه عجنوا فيها ماشي مشكل. ها هي 10 دقائق وانا كندلك فيها، هي ولات رطبه كما كتشوفوا. دابا شنو غادي نديروا؟ غادي ندهنوا الاناء اللي غنحطوها فيه بشويه ديال الزيت كما كتشوفوا، ونحطوها فيه حتى تخمر كما كتشوفوا هكا. هي نديرو عليها واحد المنيدله ونخليوها تخمر على خاطرها. الخبز ديالنا هي خمرت، دابا شنو بقى لنا؟ بقى لنا نقسموها. هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله، دابا وجدنا هنايا شويه ديال البافو اللي هو الخشخاش، وجدنا زريعه ديال نوار الشمس، وجدنا السانوج والفورس الدقيق عادي هو هنايا، والماء. دابا غادي نقسموا العجينه الى قطع متساويه ولا كبيره، كل واحد وكيفاش بغى. قسمنا العجينه اللي عندنا، درناهم كويرات بحال هكا، هذه هي القياس اللي خرجت لي ديك لابار. دابا شنو غادي نديرو؟ كنحطوهم هكا ونخليوهم يطرحوا شويه. من بعد ما طرحوا كنهزو قريصه بحال هكا، كنغطسوها في الماء الوجه ديالها هكا، وكنديروها في الدقيق هكا، كنهزوها كيما هكا وكنحطوها، حتى كنكملو العجينه اللي عندنا، الكويرات اللي عندنا كاملين كنديروهم مختلفين، مره نديروهم في الدقيق، مره نديروهم في السانوج مثلا. هانتوما كيما كتشوفوا هكا، كنجمعو لهم هاد الجنيبات هادو هكا باش كنلقاو منين نشدو، كنغطسوهم في الماء هكا كيما كتشوفو، وكل وحده كندوزوها في حاجه. هانتوما حتى كنكملو الخبيز اللي عندنا كامله. بغيت نوريكم واحد الطريقه اخرى ديال الخبز هكا صافي، نبقاو كنجمعوها هكا بيدينا حتى كتشمر،
ومن بعد كنجيو لهاد الجهه ديال الخويه انتما كما كتشوفوا هكا، كنقبطوها بحال هكا وكنغطسوها حتى هي في الماء كما كتشوفوا، كندوزوها في الدقيق نفس الشيء اللي درنا، غير هي هذه كتجي طويوله انتما كما كتشوفوا هكا. كما كتشوفوا هكا انا عندي واحد زيزوار مخليه ديما هذا هي الخبز كنغليه فين ما كنبغي نستعمله وكنشفو هانتوما. دابا شنو غادي نديرو؟ كنحلو هكا الخبيز واحد الحلات خفافين، كنشرطوهم كما كتشوفو هكا حتى كندوز عليهم كاملين، كنجرحهم هكا باش محيت كيحمرو يتفتحو. كما كتشوفوا هكا حتى كنساليو الخبيز اللي عندنا. الخبز نتاعنا ها هي حطيتها في الصينيات نتاع الفران، دابا غادي ندير عليها واحد المنيدل غير تخمر شي شويش، ولا بانت لنا انها تنفضت من لافارين بحال دابا هذه كتلصق فيها مزيان لافارين، الا شفناها هكا تزهدلات ونزلات كنجيبو واحد الصفايه صغيره وكنغربلو عليها شويه ديال الفرينه. دونك دابا نتسنى واحد شويه واحد نقولوا ربع ساعه تخمر ونشعلو الفران باش نطيبوها. الخبيز نتاعنا ها هي حمرت، باش كنعرفوها حمرت حيت كيتحلو هاد الفتيحات هادو كيتحلو بزاف. دونك صافي دابا غادي ندخلها الطيب فرن تكون درجة الحرارة نتاعو مرتفعة، حتى عارفي الخبز كيخصو يطيب على العافية مجهدة. دونك دابا غادي نديرو في الفران. الخبز ديالنا ها هو جاهز، ما بقالنا غير نقدموه، يلا خرجناه من الفران كما بغيتو. اللي ما بغاش يدير هاد الاضافات الاخيره ما يديرهاش، يخليه خبز عادي طبيعي. علاش لا، من نفرحوش العائله ديالنا بهذا الخبيز المزيونه، كتجي فريمون غزاله ورطيبه من داكشي الرفيع تقريبا بحال ديال المخابز وما فيهاش مواد حافظه، يعني شي حاجه درتيها في دارك ومتاكده يعني شنو فيها. الى عجبتكم الوصفه ما تردوش انكم تضغطوا جيم، واللي شاف الفيديو نتاعي جديد يدير ابوني، والى وصفه قادمه ان شاء الله.